بداية القرن التاسع عشر. اللعبة كانت بدايتها كان ببريطانيا وتحديدا بويلز، هي تعتبر أقدم لعبة جماعية صارت ببريطانيا، مورست هنيك، وهي تعتبر قبل كرة القدم، وهي أم الألعاب الجماعية مثل ما بيقول البريطانيين. تمام. اللعبة هي الاتحاد الدولي للرجبي اللي تأسس بعام 1800 تقريبا 68 أسس اللعبة وقرر على أساسها أنه يصير اللعبة هي يعتمد بنوعين، اللي هو رجبي 15 اللي هي 15 لاعب يكون متواجد بملعب اللي هو ذاته ألعاب أبعاد ملعب كرة القدم، أو اللعبة السيفنز اللي هي 7 لاعبين موجودين بالملعب بيكونوا اللي هي نفسها أبعاد ملعب لعبة كرة القدم. طب خلينا نحكي بوحدة بوحدة بالنسبة للعبة الكاملة اللي هي كم لاعب تكون؟ 15 لاعب ضد 15 لاعب. طيب أول شيء شو فرق عن السيفنز؟ السيفنز فرق بيناتهم أول شيء إنه عدد اللاعبين واحد، بس عدد اللاعبين اثنين، توقيت الشوط. تمام. هي مثل كرة القدم، إلها شوطين، شوط أول وشوط ثاني، وبيناتهم في استراحة. بالشوط الواحد مدته إذا كان عدد 15 لاعب مدة الشوط هو 40 دقيقة. بالنسبة للسيفنز 7 دقائق فقط الشوط الواحد. معناتها شوطين 14 دقيقة فقط. تماما. اوكي، ونفس الرولز نفس القوانين، نفس الرولز نفس كل شيء. طب شو الفائدة منها؟ يعني ليش فضلوا انه شيء ملعب كامل او وقت كامل، شيء وقت قليل كتير؟ تمام. بالنسبة للفيفتينز لبين ما انت جهز فريق وتلعبوا مباراة، بعدين بدك تريحوا شغلة 4-5 ايام ليرجع يلعب مباراة تانية، فهذا الشيء بده يتطلب وقت طويل، يعني وارهاق كبير للعيبه كمان. بدك لعيبه حتى يقدروا ريكفر، حتى يقدروا يعالجوا حالهم وتجهز الفريق، او يكون في عندك الاحتياطي جاهز لحتى يغطي المراكز اللي عندك فيها نقص. بينما للسيفنز بما انه الوقت كتير قصير، فانت فيك تساوي اكثر من 3-4 مباريات باليوم الواحد. بهالحاله هي قدر الاتحاد الدولي للرجبي يقدم الملف تبعه ويتوافق عليه بالاولمبياد مشان ينزل بالاولمبياد وتصير لعبه معتمده رسميا ضمن الاولمبياد وبتخلص بيومين ثلاثه. تمام. هاي النقطة هنا بدهم يوصلوا لها، هن يقدروا يدخلوا ضمن الأولمبياد اللي حتفوت إن شاء الله بأولمبياد البرازيل عام 2016. طب ممكن الفريق نفسه يشارك بكل البطولتين، بطولة اللعبة الكاملة وبطولة سيفنز؟ ممكن، بس احتمالها كتير ضعيف، لأنه صاير إنه المدرب الموجود كل واحد له إلى هيئة تدريب خاصة فيها. تمام. وإلهم فريق معتمد للتدريب لكل واحد فيها. بالنسبة للسيفنز بما أنه 7 لاعبين بالملعب، معناتها بدك تفتح مسافة وسرعة كتير قوية. هذا الشيء ما بقدر نتحقق هو منه إذا كنا إحنا عنا 15 لاعب. لا، أنت بتوزع وقتك، اللاعب بيقدر بتوزع صح فيها، بياخد مركزه، بيرجع لورا، بيزبط أموره. بينما بالنسبة للسيفنز لا، أنت بدك تفتح الملعب كلياته وترد ترجع مرة تانية جهز حالك للخطوة اللي بعدها والبوزيشن الجديد بده يشتغل فيه. تماما. فما في وقت فيها. طيب كابتن محمد، بدنا تعطينا لمحة سريعة عن الركبي كلعبة وقوانينها، يعني شلون الواحد بيلعب الركبي؟ تمام. بالنسبة للركبي هي أول شيء بتلعب باليد. تمام. الطابة هي صايرة بيضاوية الشكل. تمام. وزنها حوالي 400 جرام. بالنسبة للاعب الركبي هو لباسه مثل لباس لاعب كرة القدم، شورت، تي شيرت، وجرابات، وبوط رياضة، هذا هو. تماما. الملعب هو ملعب كرة القدم العشبي، نفس المساحة تقريبا 60 × 100 × 120 اللي هو. بالنسبة لطريقة التسجيل، هو خط المرمى هو يعتبر خط التسجيل تبعنا. من عند خط المرمى لورا 5 متر، هذا هو خط التسجيل او مكان التسجيل. اول ما يسجل اللاعب ياخذ 5 نقط، وبيحق له انه يطلع له للفريق ذاته شوطه. هالشوطه هي اذا بفوتها بين العارضتين بياخذ عليهم نقطتين، بيصير مجموعا 7 نقط. يعني هو بعد ما يركض بالطابه ويحقق هدف على الخط بيحق له ضربه تانية. تمام. بيحق له ضربة اكسترا، من وراها بياخد نقطتين، بيصيروا 7 مجموعة. تمام. اذا جابها بين القائمين. طيب هلا نحن كلياتنا متصور، يعني بعرف انا وكثير من المستمعين، انه كرة القدم الامريكية هي الركبي، فانا سمعت منك تحت الهواء انه في فرق كبير، فشو هي الفروقات وشو هي وهي؟ انا اذا انتبهت على اول حديث قلت انه لاعب الركبي هو ذاته لاعب كرة القدم كلباس. تمام. يعني يا شباب مشان الله، لاعب الركبي بعيد عن لاعب كرة القدم، لاعب كرة القدم الامريكي بيلبس لباس حديد ودرع حديد وقصة تانية، وبتحسها صايرة أقرب من الشو من طريقة اللعب. يعني عم يصير في عرض على اللعبة وإيقاف كتير بالوقت وكاميرات وقصص، بتحسها يعني جاهزة للموفيز. تمام. أكتر ما يكون للعبة نظامية معتمدة. إذا بتلاحظ لاعب الرجبي فيها شغلة إضافية غير هالحكيات كله، لاعب الرجبي الباص دائما اللي هي الطابة هي اللي بنلعبها، الباص دائما لورا، ف
فمعناته نحن ما عندنا شيء اسمه باص لقدام. اذا بتنتبه انت بالافلام الامريكيه دائما بيعطوا باص لقدام، فهذا نحن ممنوع بالرجبي لانه نحن عندنا شيء اسمه تسلل. ما بيصير لاعب من ورا بيتقدم لقفا خط الدفاع الموجود للفريق الضد وتعطيه باص لقدام، فمشان هيك نحن بنعتبره هذا تسلل. مشان هيك الباص لورا. ونفس الشيء كره القدم ما في شيء اسمه كمان بيعطي عندهم شيء اسمه تسلل وهو ذاته موجود بالرجبي. تمام. طيب بالنسبه لللباس مثل ما قلت لك نحن يعني ما في اي وسيله او اداه يلبسها اللاعب كوقايه مثل ما بنشوف بكره القدم الامريكيه، لا على الراس ولا على الصدر ابدا ولا شيء، بس اللباس اللي هو الشورت والشيال. ابدا الشورت. طيب بالنسبه للاحتكاكات وهالقصص، كان لعبه الركبي ما تعتبر من اللعب هي فيها عنف او فيها اصابات كثيره؟ مزبوط الحكي هذا. مشان هيك قانون الركبي الموجود، قانون التحكيم للركبي كتير بيهتموا بموضوع الإصابات للاعب، بيحاولوا يعالجوا هالنقطة هي. الحكم بتلاقيه بيدير الموضوع من ناحية إنسانية، إذا بيلاحظ في أي شيء ممكن يأذي اللاعب ممكن هو مستعد مباشرة يوقف اللعبة. هاي أول شيء. ثاني شيء بالنسبة للعبة، كل اللعب أو كل أسلوب الهجوم تبعنا أو بالنسبة للمدافع بيحاول يعمل التاكل نحن بنسميه، او انه ننزل اللاعب بننزله من خلال جسمه طبعا من عند الراس من عند الرقبه للراس، هذا المنطقه تعتبر محميه ونحن ما بنقرب عليها وما بنحاول ناذيها. تماما. واذا صار اي شيء اذيه من هذا الموضوع الحكم دغري بيبادر بالكرت الاصفر اللي هو ايقاف لمده 10 دقائق للاعب. نحن نحكي بوقت طويل عن القصص، بس خلينا نفوت اول شيء نحكي بسوريا. نحن بسوريا عندنا ركبي طبعا بفضل وجودك وفضل اهتمامك واهتمام الشباب. بدنا نحكي سوريا وين بالركبي وشو عملنا لهلا خلال السنين الماضيه من نشاطات او من تحضيرات. تمام. بالنسبه لفريق الركبي الموجود بسوريا، هو اول فريق تاسس بعام 2004. كانت هي فكره طلعوا فيها الشباب او الناس اللي هن بيحبوا ان يمارسوا هاللعبه هي بدمشق. بعد كاس العالم اللي صار باستراليا ب 2003 بنهايه 2003 قرروا انه يطلعوا بفريق رجبي موجود بدمشق كفكره. حاولوا يشتغلوا عليها، لقوا انه في مبادره من الاتحاد الرياضي العام وساعدنا وقتها، اعطانا ملعب تشرين لمده سنتين. من خلال الملعب زاد عدد اللاعبين الموجودين، كان في اجانب موجودين اللي هن عاملين الاجانب الموجودين من شركه نفط ان كان او ان كان من بالنسبه لسفارات موجودين دبلوماسيين، هذول ساعدونا كثير. من خلال السفاره الفرنسيه البريطانيه قدمت لنا مدرب ساعدنا بتوجيه اللاعبين بطريقه استخدام الطابه صح ولعبه وتسجيل الاهداف والتعلم كيف الخطوات الاساسيه للعب. بعد 2007 بس بالنسبه لهالفتره اللي بلشت فيها الفكره وطبقت، عم تقول لي كان في دعم من الاتحاد الرياضي. طيب وين تمت التمارين؟ وين كانت تكون التمارين؟ كنا نتمرن بملعب تشرين. ملعب تشرين الملعب الدولي الاساسي قدم اكيد. تمام. طيب بالنسبه للتجميع اللاعبين، كان في عدد للاعبين تشكيل فريق ولا هي بس كفكره بين عدد معين للاعبين؟ هو طبعا اذا انت بدك تطلع باي فريق لازم تحط له هدف او برنامج لتمشي عليه. اهم شيء لحتى تجذب اللاعب حط له البرنامج مضبوط انك تعمل مثل ما تقول خطوات لمباريات موجوده، جدول مباريات موجوده بالسنه. فنحن كنا ماشيين بهذا الاساس، كون الاردن ولبنان هن الدول الجيران تبعتنا، هن قبلنا وسابقينا بسبع سنين والثاني بثلاث سنين اللي هو الاردن. فنحن على هالاساس اتصلنا معهم وبلشنا نلعب معهم مباريات وديه بغرض الاحتكاك. بعد منا رفعنا المستوى سافرنا على مصر بال 2005 كمان. صار له اسم لهذا الفريق؟ كان اسمه فريق زنوبيا وما زال فريق زنوبيا للركبي. اذا اول فريق تم انشاؤه بسوريا للركبي هو فريق زنوبيا. هو فريق زنوبيا. مين كان ابرز عناصره؟ مين مدربه؟ مين بلش بالفكره هي؟ الفكره كفريق اللي هو فريق زنوبيا هو فكره كلياتها من مجموعه اللاعبين مثل ما قلنا اللي هن محبين للعبه. هن اللي اجتمعوا، هن قرروا بتشكيل هذا الفريق وعملوا نظام داخلي لهذا الفريق. من خلال النظام الداخلي قدرنا نهيئ لحالنا اسس للتعامل للعبة والاتصال مع الفرق الموجودة الثانية بدول الجوار مشان تلعب مباراة ودية، مشان نقدر نلعب مباراة ودية. زاد عدد من خلالها زاد عدد اللاعبين الموجودين، صار في عنا حوالي 65 لاعب موجود ما شاء الله. من بزيادة هذا العدد قدرنا نعمل فريق أساسي هو الفريق ألف وفريق ب. صرنا نطلع بالفريق ألف اللي هو السينيورز، نشارك فيهم ب لبنان الأردن مصر دبي. بعدين طبعا صرنا نحاول بالهدف الأول اللي هو هدف الاحتكاك ونعمل اسم لأنه موجود في فريق رجبي موجود بدمشق. هي النقطة نحن كنا عم نحاول نوصلها بال 2004 2005 2006 قررنا أنه لا، لازم بقى نطلع بالخطوة اللي بعدها منافسة
ونحاول ناخذ مراكز طبعا. انه هدول ما يسبقونا نحن نسبقهم. صار في عندنا خامات, عرفنا وين امكانياتنا, كيف نقدر نوظفها صح, تعلمنا القوانين, تعلمنا الجابس اللي كانت, الثغرات اللي كانت موجوده باللعبه استغليناها, اشتغلنا فيها صح, فدنا. وبال2007 وصلنا للمركز الثاني ببطوله دبي. بال2008 لما لقينا حالنا انه صار في عندنا امكانيات, طلع فريق جديد اسمه فريق نسور سوريا. صار في عندنا فريقين اللي هو فريق زنوبيا وفريق نسور سوريا. وين نسور سوريا وين كان عم تمرن, وين عم تواجدوا؟ نسور سوريا هن معظمهم كانوا طلاب جامعات فكانوا يتمرنوا معظم وقتهم بالجامعه مثلا, احيانا بجامعه دوليه. فيعني كمان نفس الشيء مثل فريق زنوبيا, كمان كانوا عم يحاولوا يدوروا على ملاعب مثلا. كان بهذيك الفتره كان في ملاعب موجوده للمدارس الخاصه, كنا نفوت فيها نتمرن يعني حسب الامكانيات المتاحه, كنا نشتغل على الاساس هذا. تمام. اذا صار عندنا فريقين بسنت 2008 بال2008 لل2011 بقينا مكملين على هذا الخط, مشاركات الدورات الموجوده الوديه والدوليه المحليه. كنا نعمل بطولات كمان بدمشق زاده. كنا عندنا شيء نتائج برا يعني, قدرنا نساوي شيء ولا مجرد مشاركه كاحتكاك؟ لا, من ابتداء من 2008 لا بلشنا نعمل نتائج يعني. من لبنان مثلا كنا نطلع بالمركز الثالث او الثاني قدام فرق مثل مصر والاردن, ومن لبنان كان يطلع منهم ثلاث فرق. يعني كانت البطولة عبارة عن ست سبع فرق عم ناخد مركز ثالث قدام منهم. هي تعتبر نتيجة لشباب كلياتهم جداد عمرهم بالرقبي سنتين ثلاثة, مثل كانوا طفل صغير عم يتعلم أحرف الأبجدية لساته يعني. تمام. فالشغلة كانت صعبة, كان تحدي, لأنه الحمد لله كانت أمورنا منيحة قدراني نقطع صح فيها. ممتاز ممتاز. تمام. طيب بعد هالشي كيف استمرت اللعبة؟ بعدين كم تطويرها؟ تطويرها هون النقطة الأساسية. بال2008 لل2011 ما كان في رأس مال موجود لأي من الفريقين, فكانوا عم يحاولوا يشتغلوا كلياته بجهد شخصي. تمام. فما كان في إمكانيات, كنا نشتغل من خلال جهدنا الشخصي. بال2011 بقي الفريق كلياته سوريين. بهذيك الفترة شاركنا ببطولة دبي, طلعنا بالمركز الأول وربحنا البطولة بدبي. بدبي قدام فرق كلياته محضرة بطريقة كتير ممتازة, إمكانياتهم أحسن منا بكتير, عندهم ملاعب. كل واحد, كل نادي وكل فريق عنده ملعب خاص فيه وماشي فيه. نحن ما عندنا ملعب, عم ننزل نتمرن كل ما نلاقي عشب ننزل نتمرن فيه. فحققنا المركز الأول وطلعنا بالمركز الأول. الاتحاد الدولي كم فريق تقريبا كان مشارك بهالبطولة؟ كان في 34 فريق. 34 واخذنا 34 فريق. وهي بطولة اللي كنا عم نشارك فيها اللي هي بطولة دبي, هي مقسمة لعدة أقسام. في هو القسم الدولي اللي هي الفرق الكبيرة كتير بتنزل فيها بتلعب بتشارك. في عندك القسم الثاني هو قسم الخليج العربي. نحن هذا القسم كان اسمه قسم الخليج العربي لأنه عندك الإمارات عندهم دوري درجة أولى ودرجة ثانية, ومعظم اللاعبين الموجودين كلهم كانوا أجانب موجودين بهدول الفرق. فيعني أنت عم تلعب ضد, بالنهاية ضد إنجليز وضد اسكتلنديين وضد مو مجنسين, بس هنين لأنهم قاعدين عندهم إقامة أكثر من ثلاث سنين حسب قانون الاتحاد الدولي الربي, بحق له بينزل يلعب مع الفريق أو النادي الموجود فيه. فنحن نزلنا كفريق هنيك, لعبنا معهم, فزنا عليهم كلياتهم. صار عندنا خبرة لأنه من تاريخ 2004 نحن عم نشارك ونلعب. لل 2011 صار في عندنا الخبرة المنيحة, اللاعبين صاروا جاهزين, صرنا نعرف كل واحد شو إمكانياتنا وين نقدر نوظفها صح. فلما ربحنا بطولة 2011 بتوجيه من سيادة اللواء موفق جمعة, رحنا لعند سيادة اللواء وبكتاب إجانا من الاتحاد الدولي, كتاب شكر وثناء لجهودنا وإمكانيات المتواضعة تبعنا, طلعنا وربحنا فيها بطولة. قدمنا هدول الوراق لياتهم بتوجيه من سيادة اللواء اللي وافق على تشكيل وضم اللعبة للأسرة الاتحاد الرياضي العام والأنشطة الرياضية الموجودة للاتحاد. أنا هون بدي تفصيل شوي شرح إنه شو هو الاتحاد هلا ومين مسؤول وكيف فيكم تتابعوا لتطور اللعبة عن طريقه. يعني هلا موجود الاتحاد؟ نعم. أوكي. بالنسبة للاتحاد الرياضي العام, لما وجهنا تحولنا دغري مباشرة عند اتحاد الرياضة للجميع لعند السيد زهير مهنا وأميسر الأستاذ حشمة الحسين. من عند منهم نحن وافقوا على تشكيل اللجنة السورية العليا للرقبي. اللجنة السورية العليا للرقبي من أحد مهماتها أول شيء تطوير اللعبة, زيادة الشعبية اللعبة, زيادة الوعي عند الجمهور بموضوع اللعبة, بالنسبة لتطوير كمان مهارات اللاعبين, إقامة دوري, وآخر مرحلة نوصل لها إنشاء منتخب, تشكيل منتخب وطني بمثل سوريا. ممتاز. طيب بالنسبة لما طلعنا شاركنا بدبي كان في دعم لهذا المنتخب؟ نحكي بصراحة. لا ما في دعم. إذا ماديا زيرو. طيب
شلون كانت الدعم عن طريق الاتحاد طالما انتم طالعين نحن طلعنا باسم زنوبيا ولا منتخب سوريا؟ لا باسم زنوبيا. باسم زنوبيا يعني انتم على مصروفكم انت شخصي على لحالكم طلعتوا ثبتوا مشاركه وبيقبل كانت هناك البطوله بدبي انه تثبت عن طريق نادي مو عن طريق دوله؟ طبعا لانه هي صايره دوره وديه هي. اوكي طيب شو برايك كيف بيتم دعم هاللعبه من قبل الاتحاد الرياضي العام؟ الاتحاد الرياضي العام طبعا كلجنه سوريه عليا للرجبي نحن قدمنا لهم كتاب كفريز زنوبيا للجنة السورية العليا. اللجنة السورية العليا قدمت الكتاب للاتحاد الرياضي للجميع وحسب القانون اللي لحقناه هون عطونا ملعب مشكورين قدروا يعطونا سمحونا انه نتمرن تمرين واحد بالاسبوع بملعب الفيحاء بملعب القدم الفيحاء ملعب التدريبي تبع الفيحاء فنزلنا تمرنا فيه صارت نتمرن فيه الفرق هناك موجودين. طيب هلا كم فريق موجود هلا؟ بعد 2011 لما ربحنا البطولة كمان صار في كمان هاجز عند الشباب انه نقدر نطلع بفريق ثالث طلعنا صار عندنا ثلاث فرق اللي هو الفريق الثالث اسمه فريق النصر انشئ بعام 2012. تمام عندنا ثلاث فرق كان عندنا ثلاث فرق لسنة 2011 لسنة 2012 نعم. طيب قبل ما احكي شو مصير بالثلاث فرق لانه حاسس الشيء رح يروح للسلبي بعد ما وصلنا ثلاث فرق بدي اقول لك انت كابتن انت بلشت باللعب نعم امتى بلشت باللعب وكيف كنت يعني شو عشقك لهاللعبه بالذات يعني اللعبه هلا هي اللعبه الجماعيه الفظيعه ما بعرف يعني يمكن الشباب شايفين السله وشايفين القدم وطاير عقلهم بهدول الالعاب ونسيانين الباي يا شباب انا بقول لكم لعبه الرجبي يعني اذا كنت سمين ولا نحيف ولا طويل ولا قصير انزل على الرجبي بتقدر تلعب لك مركز فيها ولا لعبه موجوده من هالالعاب اعطيني اسم لعبه من هالالعاب هي تجمع كل هدول تجمع كل هدول. طب انت انه شو السبب اللي فيك تجمع فيك السمين والنحيف والطويل والقصير ليش لعبه الرجبي بتستجوب كل هالعالم يعني هلا انا كل واحد له مركزه يعني بالنسبه لل15 اللي هو اللعبه الاساسيه اللي هي انشهرت من وراها الرجبي رجبي ال15 15 لاعب لما يكون عندي واحد شاب سمين صحته منيحه لحتى يقدر واحد ينزله على الارض وهو معه الطاقه بدنا شيء ثلاثه ينزلوا على الارض ثلاث اشخاص لحتى يحطوه طبعًا. يعني هذا الشاب وزنه 120 140 كيلو مين رح ينزله كتله صح مين رح ينزله فهاد نحن بنقدر نوصفه بنستفيد منه بنخلي هالكتله الشحميه تصير عضل وبيقدر يلعب اعطيني لعبه جماعيه او نحن بالنهايه رياضه شو بدنا نوصل له بدنا نوصل لهدف واحد هو انه الكل يلعب فيه ويشارك فيه فاذا انا قدرت اوظف امكانيات كل الاشخاص اللي حواليه ولعبهم كلهم فيها معناته انا وصلت للغايه اللي بدي اوصل انا اقتنعت تمام طب والطويل تنزل معي هذا قلنا على السمين وتستفيد من كتلته بالنسبه للطويل شلون بيفيد الركبي كثير ممتاز بالنسبه للطويل هلا الركبي هي مو بس دائما نحن بدنا نعطي باص باليد لا كمان بحق لنا نشوط الطابه لما نشوط الطابه لقدام هي الحاله الوحيده اللي بنقدر نعطي فيها باص لقدام من خلال الرجل لما نشوط الطابه لقدام بده يرقد واحد عشان يجيبها من ورانا طبعا. فاللي بده يجيبها من خلف هذا اللاعب اللي شاط الطابه رح يكون طويل لانه هو حيقدر اكثر واحد يقدر يسلق الطابه مثل لاعب الباسكت بيقدر دغري بياخذ الطابه قبل غيره عريبة. فنفس الشيء نحن لاعب الطويل له فائده كثير رهيبه والقصير ها والقصير لما تصير في عنا شيء اسمه الروك وفي شيء عنا اسمه مول القصير نحن بنعتبره كمبيوتر الفريق تمام شلون لانه بيقدر يوظف امكانيات ال15 واحد يحركهم من خلاله نحن حتى بنسميه الجولدن بوي يعني بنسميه الفتى الذهبي تبعنا مثل بلاي ميكر يعني تمام هو بموزع الالعاب هو المخطط تبع اللعب هو لانه شو عم بيصير عم يفوت بيناتنا لما تصير الطابه مثلا واحد صار في تجمع ونزلوا اللعيبه على الارض وصار في بدهم يعطوا باص الرقم 9 اللي هو القصير هو اللي بيفتح الباص تمام نحن لانه عندنا مراكز موزعه رقم 9 هو اللي بده يفتح الباص رقم 10 مثلا هو لازم يشوط الطابه متفقين بينات بعضنا شو بده يصير المدرب بكل قصه وكل خطه في خطط تكتيكيه بهالقصص المدرب بيكون عاطي خطه تكتيكيه لكل حركه انا بدي مثلا هلا انتم بتفرجوا على المباراه هلا في مباراه مثلا بلش اليوم الساعه 3:30 بلشت بين سكوتلندا وبين ايطاليا وهلا بعد منا في لعبه الساعه 6 إذا بتتفرج بتقول شو هدول عم يخبطوا بعض ليش هيك عم يعملوا لا في مدرب موجود مدرب عاملين لهم بدكم تعملوا لي هون ثلاث خبطات الرابعة تفتح باص تمام يعني كله مدروس كله مدروس بده يوصل لمرحلة يخلي الفريق الضد يتعب وينهار في دفاعيا حتى يقدر أنا استغل ثغرة من الثغرات ويقدر سجل فيها التراي أو المحاولة اللي احنا بنسميها من خمس نقاط. طب أما نروح للبريك بدنا نعرف منك كيف أنت استهوتك اللعبة مو شلون تزوب اللاعبين أنت ككوتش أو كلاعب كنت كيف فتت على الركبي؟ طيب يلا هلا بالنسبة لي أنا بالذات ما بعرف هلا بالنسبة لي تجربة شخصية لأنه يمكن أول واحد نزلت لعبة ركبي إجاني أنا إيميل بشغلي إنه في لعبة ركبي موجودة أنا لعبها من قبل كاراتيه ولعبها قدم طيب لنجرب الركبي شو حنخسر نزلت اللعبة مو معقول لياقة حلوة رقد
بدك تفتح نفس، بدك توزع لعبك صح، بدك تعمل تاكل كم شغلة ظريفة، بدك تشغل مخك، مو دائما بدك تخبط، لأنه بدك تحاول توظف كل طاقتك لحتى تقدر تسجل الهدف أو المحاولة اللي بدنا نوصل لها نحن. فهذا كلياته هذا بده وقت وبده شغل. لقيت انه هي فرصه مناسبه حتى يقدر اوصل فيها. والشغله اللذيذه باللعبه الرجبي انه اللاعبين كلياتهم تحس حالك كانك عائله، لانه بالنهايه انا بدي اعتمد على رفيقي. لو رفيقي ما بده يحميني مزبوط ويكون معي واقف صح، ساعتها انا وياه دمرنا، لانه يعني انا عم بعطيك كل طاقه. لعبه جماعيه، هي لعبه جماعيه بس بتفرق. يعني ما بعرف، يعني ما بدنا نحكي على باقي الالعاب، بس نحن بنشوف في العاب جماعيه ببلشوا فيهم الشتائم وبلشوا فيهم انت حق عليك، لا انت الحق عليك. هون ما في، هون ما في الحق على حدا، لانه هاي لعبه بالنهايه. هذا الشاب اللي نزل لعب معي اكيد هو والله مو مسترخص بروحه. اكيد هو حاطط بباله انه يعمل شيء وما يمرق حدا، يعني برياحه بده يحط كل امكانياته حتى يقدر فريقه يفوز. كلام كتير حلو كابتن، حروح بريك صغير وبنرجع معك. Keep it here after this. Oh yeah. المختار في أرض الديار. كيف تمارس وزارة السياحة دورها في هذه المرحلة؟ ما هي معايير الترخيص للاستثمارات والمشاريع الجديدة؟ ما هي خططها لمرحلة إعادة الأعمار؟ وماذا عن يوم السياحة السوري في العالم؟ محاور نناقشها مع المهندس بشر يازجي وزير السياحة، ضيف أرض ديار في برنامج المختار الأحد ابتداء من 3 عصرا عبر المدينة FM. صار لازم ارجع البيت، انت شو وضعك؟ انا حكمل مشواري لاني بستخدم صوفي. مهما طال المشوار صوفي بتحميكي. صوفي بتحميكي. صوفي الفرق ووضع الحساسية. We are back. كوتشينا مع الكابتن محمود العابد. بالعودة للكابتن محمد، كابتن بالسي في تبعك مدير علاقات العامة في فريق زنوبيا للركبي، أكيد أمين سر اللجنة السورية العليا للركبي. نعم. حضرتك باللجنة بتحكي لنا عن اللجنة وشو مهماتها وشو عم تحاول تساوي هلا بهالفترة هاي لتعيش الركبي من جديد. اللجنة بدها توصل لثلاث مراحل هلا نحن بدنا نحاول نقطعهم. أول شيء بدنا نحاول إنه نزيد شعبية اللعبة ونخلي الشباب يبعدوا بقى عن قصة الدخان، يرجعوا يلعبوا الرياضة، لأنه حاجة يعني اللي عم بيصير مع الشباب يعني بشي بزعل. فهي أول شغلة. تاني شيء بعد ما نخلص من موضوع زيادة شعبية اللعبة بدنا نحاول نطور مهارات اللاعب من زيادة من خلال زيادة عدد دورات تأهيل المدربين الحكام، نعرفهم أكتر باللعبة من خلال برامجكم كمان أكبر. هذا الشيء الله يخليك هذا كتير بفيد. ثالث مرحلة وهذا اللي عم نحن عم نعمله هو إنه ننضم للأسرة الاتحاد الآسيوي للرجبي. الاتحاد الآسيوي للرجبي مش الفوتة فيه ما لا سهلة، بدهم خطة استراتيجية للعمل. هاي الخطة الاستراتيجية بدنا نتحاسب عليها من خلالها تتقدم الميزانية. أي فرنك بدنا نحطه بدنا نعرف لما بده يروح ولما بده يتوظف ولما بده تنصرف المصاري هيك كلياتها. فمشان هيك في خطة، هي خطة استراتيجية للعمل رح تتقدم الاتحاد الآسيوي. يشغل عليها بده يجي مراقبين يتفرجوا عليها ويشوفوا هذا الشغل فعلا بيستاهل انه نحن نحط امكانياتنا لهالبلد ولا ما نخرج. هذا كلياته هن هيك بيفكروا فيها بهالطريقه هي. نحن بدنا نحاول نسايرهم حتى نقدر نجذب قد ما بنقدر من امكانيات ومن ميزانيه حتى نقدر نمشي فيها صح. تمام. وصلنا مستمعينا قبل البريك انه وصلنا بسوريا لثلاث فرق للركبيه اللي هن زنوبيا نصر نسور سوريا. تمام. ب 2012 بعد هالشيء شو صار معنا؟ لحد الآن هلا بال 2013 فريق زنوبيا لساته مستمر، عم يشارك بالبطولات. صحيح صعب المشاركة صايرة بهالفترة هاي بالنسبة لحركة السوريين ليطلعوا على الإمارات ولا يطلعوا على لبنان أو الأردن، ما لها سهلة من سبب الفيز. سبب الفيز هاي شغلة أساسية. تمام. وحتى على مصر كمان صارت صعبة. بالنسبة لفريق زنوبيا لساته عم يحاول يشتغل على الموضوع هذا ولساته عم يشارك، يعني بواحد 12 بأول ديسمبر شارك فريق زنوبيا ببطولة دبي مرة تانية وأخذ المركز السادس من أصل 34 فريق، وهذا كان مركز كتير منيح. هي آخر بطولة؟ هي آخر بطولة صارت السنة الماضية.
أخذوا فيها بأول شهر 12 أخذوا فيها المركز السادس. كانت كتير مشاركة ممتازة لهم, وصلوا لمركز كتير منيح نحن ما كنا متخيلين يقدروا يوصلوا له. هاي كانت شغلة يعني من أنا بعتبرها خطوة جبارة لهم. طب قبل ما كمل بفريق زنوبة, بالنسبة لبقية الفريقين لهلا موجودين ولا وقفوا النسور؟ بالنسبة لفريق النسور تجمد هلا مبدئيا بسبب أمور إدارية صايرة عندهم, إن شاء الله بيرجعوا. اللي هو الفريق بيعتمد على طلاب الجامعة؟ معتمد بشكل كلي أو معظم اللعيبة من طلاب جامعات, فيعني صارت ظروفهم شوي صعبة. تماما. بالنسبة لنادي النصر, نادي النصر هلأ هو كان بمرحلة تأسيسية بال2012, هلأ هو لساته عم يشتغل على حاله, وإن شاء الله يا رب يقدر يزيد عدد اللاعبين ويصير في عنده إمكانية حتى يقدر يشارك. نحن بدنا نوصل لهدف, أنا ما بدي فريق يعني بالأخير يرجع لورا, لا بهمنا إحنا كل الفرق تتطور, وبهمنا يزيد عدد الفرق طبعا. وبهمنا أكتر تصير حتى بالمحافظات أكيد. لأنه كل ما صار في عندي فرق أكتر, كل ما صار في عندي إمكانية لحتى أعمل الدوري. الدوري هو اللي بيرفع من مستوى اللعبة بسوريا. إذا بدنا نبقى نحن معتمدين على المشاركة بالبطولات الخارجية هذا ما لح يطور لعبة أكيد. هذا ممكن يخلينا يزيد عامل الاحتكاك تبعنا, بس نحن ما بنكتشف فيها خامات. إذا بدي اكتشف خامة جيدة للعبة ونجيب لاعبين جيدين ونأسس منتخب مظبوط, معناته أنا لازم أوصل لدوري. الدوري بده كل فريق لح يطلع بي 25 لاعب, أنا من 25 لاعب أكيد لح يطلع معي شي 5 لاعبين من كل فريق أقدر انخبهم وأطلع فيه بمنتخب رابع. تمام. طيب نحن هلا اذا نحكي شوي عن القانون اللعبه, اذا كمان شوي خفف القانون الدولي الجديد من الاحتكاك والعنف, وهالشيء بيعتمد بالصفراء والحمراء. شو قوانين بالنسبه للركبه للبطاقات الصفراء والحمراء؟ بالنسبه اول شيء بالنسبه لقوانين التحكيم الموجوده, هي اصعب قوانين تحكيم, ما بعرف اذا في اصعب منها, هي اصعب قانون تحكيم موجود بكلعبه جماعيه عم تمارس لحد الان. ليش؟ اولا في عندنا نحن الحكم الرئيسي اللي هو موجود بالملعب, الكادر التحكيمي مو عباره عن شخص او شخصين موجودين, لا كم حكم موجود؟ ما عندي حكم الاساسي بالملعب طبعا. وعندي حكم الراية او التماس الاول, وحكم التماس الخط الثاني, وفي عندي حكم قاعد رابع, وفي عندي ثلاث حكام قاعدين بالكونفرنس روم, شباب قاعدين عم يستنوا عم يراقبوا المباراه من اول لاخرها على التلفزيون, عم يشوفوها وملاحقين المخرج شو عم يساوي, ما بين 7 حكام تقريبا. تماما. وفي لاسلكي بيناتهم عم يتصل معهم الحكم الرئيسي الاغلاط او الاخطاء اللي ممكن تكون شبه معدومه, بما انه في 7 حكام عم يشوفوا الحالات. تماما. يعني حقك بتاخده كلاعب انت بفريق, انت حقك ما بضيع, لانه في عندك كل هدول الحكام موجودين. اذا الحكم اللي الاساسي حس انه في لحظه هو احتار فيها وما عرف شو القرار المناسب, دغري بيحكي باللاسلكي مع الشباب اللي قاعدين بالغرفه تبعهم بالكونفرنس, دغري هن مباشره بيعيدوا اللقطه مره واثنين وثلاثه, وحتى بيشوفوها الجماهير كلياتهم على الشاشات الكبيره, وبيقعدوا بيتفرجوا زوم ان وزوم اوت وكذا, حتى بالاخير يطلع بالقرار ويطلع بالحاله. ما هي اقل اعتراضا يمكن بتوقع من بيئه الموبايل. يا سيدي انا كنت عم بحكي مع واحد عضو بالاتحاد البريطاني للرجبي, قال لي الفرق بين الرجبي وبين كره القدم, مع انه كلهم بيحبوا كره القدم هي, قال لي بكره القدم نحن بيصير في عنا حالة من الشغب بعد المباراة أو قبل المباراة اللي معروفين الهوليغنز, أما بالرجبي بيفوتوا عائلات بيحضروا المباريات, بتخلص المباراة كله بيرجعوا ولا بيصير في أي مشكلة, مع أنه هي لعبة جدا عنيفة كمظهر العام صح. بس هي كجماهيريا مطلوبة أكتر. طيب بدي احرق بريطانيا طبعا. طيب خليني احكي على موضوع الكروت, انه بالنسبه لنا الاسبوع الماضي كنا عم نحكي باليد, تعلمنا شيء جديد بالنسبه للكروت الصفراء والحمراء غير كره القدم بنعرفها. بالنسبه للركبي شو هو الكرت الاصفر شو هو الكرت الاحمر؟ تمام. بالنسبه للكرت الاصفر, كرت الاصفر اول ما ياكله اللاعب 10 دقائق بيتوقف فيها, بيرتاح له فيها 10 دقائق, بيبقى فريقه ناقص من خدمات هذا اللاعب. يعني اذا كان عندي 15 لاعب صاروا 14, واذا كان هو 7 لاعيبه صاروا 6, يعني الفريق خسروا لاعب, يعني صار في ثغره موجود, صار انا اعطيت اتاحة فرصة للفريق الثاني انه يسجل ويربح, ممكن يربح ويخسر يخسر فريقه مباراة. ومدة توقيفه 10 دقائق. 10 دقائق بالنسبة يعني اذا كان ماضي من الوقت 30, اذا قلنا 40 ب 40, 10 دقائق بكمل الفريق ناقص هذا ابدا. هي اول نقطة, هي اهم شيء. وبالنسبة كمان للكرت الاحمر, الكرت الاحمر اول ما ياكل اللاعب كرت احمر بيطلع نهائيا من المباراة, ما عاد يرجع, وبيبقى فريقه كمان ناقص لمدة 10 دقائق, بينزل لاعب من اللاعب الاحتياط بيكمل عنه. بعد 10 دقائق بعد ما خلصت 10 بينزل مكانه اللاعب. تماما. وبالنسبة لهذا اللاعب يحاكم, او فينا نقول انه تدرس قضيته قدام لجنة من الحكام موجودين, لانه بده ينفرض عليه عقوبة بنهاية البطولة او بنهاية المباراة. قد يجوز انه يحرم هذا اللاعب من البطولة بشكل كامل اذا اكل كرت احمر. تماما. وهو هي شغلة كتير يعني مزعجة لواحد متمرن والله قطع مثلا 3-4 أشهر عم يحضر حاله لبطولة, بالأخير بيأكله كرت أحمر طلع برا اتبهدل فيها.
صحيح. طيب كابتن انت شلون بتشوف مستقبل اللعبه بالنسبه للركبي، وكيف يعني بتحب توصل صوتك لحتى الناشد الكل يدعموا هاللعبه اللي برايك انت مهتموا بقدم السله اكيد اكثر من الركبي؟ والله شايف لك ما حدا ما في ولا لعبه مهتم فيها هلا، يعني عم بسمع منك كره القدم ومنتخب سوريا، وهلا الشباب يعني جهزوا للبعثه وللسفره، يعني الله يعينه. قصدك التحضير؟ التحضير يعني ما بعرف، يعني انا شايف انه كل الالعاب يعني تتشارك بنفس الهموم ونفس المشاكل. بالنسبه للعبة الرجبي مثل كل الالعاب في عنا ثلاث شغلات نحن مقطوعين فيها او نحن بدنا نشتغل عليهم. تمام. راس المال واحد، اثنين المناخ الملائم، ثلاثه برنامج او برامج لاعداد اللاعبين او برامج خاصه لجدول جاهز للمباريات بدنا نحضرهم كل سنه بسنتها. هذا اذا نحن بدنا نطلع بمنتخب معناته نحن بدنا نشتغل على هدول ثلاث شغلات. يعني اذا عندي انا راس مال، انا جبت كوتش محترم على القيمه، عمل لي برنامج للفريق وللبلد تبعنا حتى يقدر يشتغل مع كل فريق بفريقه، يجهزهم، ممكن كمان حتى يقدر يساعدني حتى يقدر يشكل فريق للبنات وفريق للصبايا يقدروا يلعبوا معنا كمان ويمارسوا اللعبه. بالنسبه للمناخ الملائم حاليا هلا يعني حركتنا صعبه، يعني نحن اذا بدنا نعمل تمرين عم ناكل معنا شي ساعه ونص لنوصل على الملعب. صح. وبنفس الشيء اذا نطلع على المحافظات نلعب كمان صايره كثير صعبه، فيعني هي كمان قصه كمان كل العالم عم يعانوا منها. الشغله الاخرانيه اللي هي تطوير المهارات وبرنامج لاعداد اللاعبين، ما فيني اعمل اي 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 كورس او اي دوره لتاهيل لاعب او مدرب هون، لانه اي حدا اللي بده يجي بده يلاقي مليون عذر قبل ما يجي لهون. فهي قصه تانية كمان نحن عم نعاني منها لحتى نقدر نوفد او نجيب الخبراء لحتى يقدروا يعطونا وجهه نظرهم بهاللعبه هي. نحن يعني بنتمنى انه بركي اذا بنقدر مثلا نجيب مدرب نبلش بالخطوه الاولى، خلينا نجيب مدرب وبعدين نقدر نقطع الخطوات الثانيه. في استحقاقات قريبه لبطولات ركبي موجوده هالعربيا كمنتخب ولا كفرق هيك او هيك؟ بدنا نعرف شو ممكن نتابع القصص. احنا حابين يعني نتابع برنامج ولا ان كان كمستمعين انه اذا بدنا نشارك، ما بدنا نسمع من كل سنه لسنه والله انه شاركنا وطلعنا اول. يعني انا اول مره بسمع انه فريقنا الركبي طلع اول ببطوله عربيه عم تقلي بتضم فرق اجانب. صح. فنحن بكوتشينا وان شاء الله دائما بيكون في تغطيه اعلاميه انه نهتم بهاللعبه هي. شو الاستحقاقات القريبه اللي للركبي؟ للركبي في بالنسبه للمنتخب اللي هو نحن الهاجس تبعنا كلها بيوصل للمنتخب. بالنسبه للمنتخب في عنا دوره غرب اسيا موجوده كل سنه تقام بدبي وبايران بتاريخ بشهر 5 وبشهر 11. تمام. هدول دائما ثابته لا مقطوعه لا ممنوعه عندهم اياهم، هدول بيشاركوا فيها الكامل ولا السفن؟ هذا السفن اللي هو اسهل واوفر واسرع نقدر نشارك فيه. تمام. سبع لاعبين بالملعب، يعني انا البعثه تبعي كلها عباره عن 15 واحد، فبيقدر ينزل يسافر فيها ما بيتعذب. تمام. اما بالنسبه للدورات الوديه حتى كمان بالنسبه لل 15 كمان في دوري اسيا قسمت الاتحاد الاسيوي قسم الفرق كمستويات، عمل المستوى الاول اللي هو اليابان، هونغ كونغ، الصين، كوريا الجنوبيه والامارات، هذا مستوى اول. هدول بيلعبوا دوري بين بعضهم كل سنه بسنتها، ونفس الشيء قسم باقي الفرق لمستويات ثانيه. بالنسبه لبلدنا اذا نحن ان شاء الله قدرنا نوصل ونشارك معهم وعملنا منتخب وقلنا لهم هذا الشيء، بده يحطنا مع مجموعه ممكن يكون مثلا مثل كازاخستان، مثل الاردن هو مثل مستوانا، وفريق مثل نيبال مثلا يلعب معنا. فهذا بده اعداد وبده برنامج. هذا بيصير الدوره تبعهم والبطولات كلياتها دائما بتصير بشهر 6. تمام. بالنسبه للفرق الرياضيه الموجوده عندنا بالنسبه لهم في عنده اكثر من 7 بطولات بيقدروا يشاركوا فيها، هي اذا توفر راس المال. تمام. هي اذا كان في ميزانيه موجوده جاهزه حتى يقدروا يشاركوا فيها، ابتداء من لبنان اللي عم يعملوا 3 بطولات موجوده كل سنه عندهم 3 بطولات بيعملوها بالنسبه لل7 او 15، وبالنسبه للاردن عندهم بطوله بيساووها كل سنه بيساووها، بالنسبه للامارات عندهم بطولتين بيساووها، بالنسبه لقبرص عندهم بطوله. يعني في برامج كتير بطولات موجوده، بقي بس موضوع راس المال الامكانيات حتى نقدر نشارك، ما في امكانيه صعب المشاركه. فهمت عليك. كابتن محمد بسطنا كتير فيك وشكرا كتير على المعلومات القيمه اللي اعطيتنا اياها. نتمنى لك توفيق واكيد حنكون معك اب تو ديت دوما ونسمع اخبار ركبي اللي ان شاء الله دائما بتضل بالمراكز الاولى عربيا وحتى محليا، نساوي دوري مثل ما انت قلت ونشاط لحتى نطور هاللعبه. بيتشكر كتير. شكرا كتير لك. شكرا كتير كوتش محمد. يا اهلي. شكرا كوتشينا عبر المدينة.